السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وليداتكم مزيانين وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله. المهم البنات، الفيديو ديال اليوم بديتو معاكم من هنا، كنشارك معاكم هاد الطبالي هادو حيت جيت للحافه، جيت مع اختي تشوف شي حاجات هنايا. ايوا ساعات بنات جيت بنهار الجمعه، لقيت بزاف المحلات اللي مسدودين، وكنت باغا ندوركم نمشيو للبال ونمشيو ندورو. ساعات بنات ما كتبش لقيتهم سادين، شي وحدين سادين حيت الجمعه، وشي وحدين لقيتهم صافي كيسدو حيت مشيت معطله. ايوا ما كتبش كلشي من الخير. المهم كيف ما كتشوفوا البنات، هادشي كيكون واجد في الحافه بالنسبه للي كتكون مزروبه ولا تزوجت على خفله ولا شي حاجه، كيكونوا عندهم الطبالي ديال 2 متر. بالنسبه لهاد الكوانات البنات، هما كيديروا 15,000 ريال الكوان بالزواقة اللي بغيتي. هي اما الفرماجة يا اما داك المربع، جوج بهم نفس الثمن. بالنسبة للطبالة البنات، هذاك راه الهيتر داير ب500 درهم الطبلة ديال 2 متر. وبالنسبة للطبالة الاخرين داك العاديين، داك الخشب البواروج داير ب400 درهم. انتم كيف ما كتشوفوا التكاية البنات سولت عليها، ولكن والله ما عقلت على الثمن ديالها، قيل 1000 درهم كنظن. وبالنسبة هذيك ديال الريزو اللي عاد خرجوا جدادين، شوفوا كيف ما كتشوفوا البنات، هاد الطبالي كيحمقوا مني، كتبقاي تشوفي الطبالي وداك الشيء كتقولي نمشي نخرج داك الشيء اللي عندي كله، مبقاش عاجبني ونصوب حاجة جديدين. ايه والله يجيب الرزق والله يفرح الجامعة البنات، والله الا هادشي ملي كتبقاو تشوفو كتشهاي شي صالون مولايا يكون غزال ديال التضخيم. ايوا كلشي عند الله قريب ان شاء الله يا ربي، الله يفرحني ويفرحكم جميعا البنات. كنتمنى البنات دعموني، ولو وصلت لهنا تخلي لي واحد لايك، والبنات جدادين بزاف كيتزادوا مرحبا بكم. انتم البنات شوفوا على طبالي كيحمقوا. بالنسبه اللي عندها زعما الدخل محدود وغدير شي صالون اللي دي دائم وداكشي، دير داك المارو ولا دير الخشب العادي، واللي تبارك الله ميسر على الامور وداكشي ماشي مشكل. درت الديكور مره اخرى عاوتاني تعاود، ومره اخرى تعاود، الله يسهل على كل واحد ويعطي داكشي اللي في قلبه. ها انتم البنات، هذا الخشب العادي كيفاش كيجي، حتى هو الصراحه زوين، غير ملي كتبقاي تشوفي الموديلات كتحير العين. شوفوا البنات هذا عاوتاني كي داير، جا بحال البيض والذهبي بحال الكارتي، لون غزال حتى هو. اي والله يفرح كل واحد ويرزق كل واحد. ايوا من هنا البنات مشينا شارع الكرامه باش نشوف واحد السروال بالكويره، هو قبالتكم في داك الكبوط الغوز، داك السروال ساعات بنات ما كتبش ما شفتوش، بنتي بقات كتبكي. ايوا صافي ومشيت بحال، مشيت البنات عندهم مالين تخفيضات ديال 5 دراهم، اللي ما بقات حتى حاجه عندهم 5 دراهم. خديت البنات لاباط البيتزا هادو جوج كبارين، خديت السميده ديال الحرشه، وخديت هاد الفرماج هذا البنات. هذا الفرماج كيطيح اقتصادي 24 حبه ب15 درهم، راه البنات اقتصادي بالنسبه اللي عندها الوليدات كيمشيو للمدرسه وداكشي، وكتستهلك الفرماج بزاف تاخد هذا. وهذا البنات الزعتر خديت 5 دراهم، اللي كيعجبني ندخله في الماكله ديالي، بالخصوص غندير بيتزا كيتقنها الزعتر، راكم عارفين. قررت هنا الفلفله والبصله ودرتهم في المقيله، درت لهم الابزار والزعتر والمليحه. وهذه لاصوص البنات كنكون موجده في الفريغو، جبتها كتطلق هنا، كندير لها الربيع، كندير لها شويه السكر المليحه والابزار والكمون، ايوا صافي. وكنسمها بالزعتر. وهنا الفرماج كنحكو، مولفه البنات كنخبعو محكوك. هاد المره شراتو اختي وجابتو قسمناه وصافي، خبعتو هكا، ما درتوش محكوك في الفريغو. هنا البنات خلطت هذا الفرماج الاحمر والبارموزون، هذا عرفتي البنات كيجيب واحد المذاق غزال، بالخصوص في ليبات وداكشي كيجيب المذاق زوين. بالنسبه للبنات داك التخفيضات ديما البنات ضربوا فيهم دويره وشوفوا شنو عندهم، عرفتي كيجيبوا داكشي زوين الصراحه ورخيص. المهم هما قد حاجه ب5 دراهم، ولكن داكشي مازال زعما تشريها هكا 8 دراهم 10 دراهم كيكونوا شي حاجات زوينين. هي لاباطا البنات البيتزا والله الا لا صدقات زوينه، انا كنشوفها دابا وانا كنتشهى شي بيتزا.
كون كنت زعما قريب لي تخفيضات ولا تمشي شري شي وحده ونصوبها دابا. قولوا لي انت غير كتشهي. هانتوما البنات هذا الطون ديال الطعم غزال البنات، كنصحكم به. وكنشري هذه كبيره ب35 درهم، احسن ما تشريو داك الصغار ب9 دراهم. يلا دير لكم بيتزا وحده، هذيك البنات كندير منها ونعاود صراحه، على الاقل نخدم بها 3 المرات، ندير مثلا منها لي بات وشي 2 مرات بيتزا كدوز. اي حاجه البنات خاصكم تعرفوا كيفاش ديروا تسيروا اموركم وتشريوا الحاجه. صراحه كل ما كانت كبيره كتكون ناقصه في الثمن الا ضربتي لها الحساب، وزايده في العبار. بالنسبه للزيت ليكيد ديال التصبين اي حاجه البنات، شوفوا البنات من تحمرات كيف جات، عرفتي والله الا جات غزاله كتحمق. وزعما هاد لاباط اول مره غادي نذوقها، ديما نبقى نشريها صراحه منين نكون هكا مزروبه. ايوا البنات انا كنسجل معكم هاد الفيديو وناضت واحد المظاهره ما عرفتش علاش. المهم هادو جينا البنات من لافاك ديال من لافاك تسايس ديال فاس. ايوا دازو من هنا، شوفوا على عرقه على وقعات وهما مساكن ما عرفناهمش علاش دايرين هاد المظاهره. يقدر يكون على النقل ديال فاس، ايوا ما نعرف. هانتوما البنات بخصوص ملي تمو راجعين تبارك الله بحال تضاعفوا ولا ما نعرف، شوفوا تبارك الله شحال رجع. ايوا فاش كانوا جايين نطم البنات اللي موراهم غاديين معاهم غير دقه دقه والله العظيم. ايوا مساكن الله يعاونهم والله يسر لهم امورهم، راهم هما دايرين هاد المظاهره راه دايرينها على شي مطلب ديالهم الله يعاونهم. قلت لكم البنات يقدر يكون على النقل، حيت النقل في فاس ولا كارثه. مساكن كيبقاو بالساعات تحت منظر عندي محطه ديال الطوبيس، والله العظيم كنبقى نطلع المساكن كيكون واحد حتى كنطلع كنلقى 10 و15 الواحد وقفوا كيتسناو بالساعات. صراحه احنا دار الله طويل فينا شارين واحد الخريشيشه موتور، والله العظيم هو صراحه الله ما كنصحش بالموتور اللي مدوز بيرمي واللي عنده الامكانيات يشري طوموبيل حسن له. الموتور لا بالنسبه للصحه لا بالنسبه للخطر ما صالحش. راجل مسكين كيعاني في البرد من ناحيه ديال الشقيقه وديك الشيء البرد الموتور، ولكن الصراحه كينفع. انتم شوف شحال الطوموبيلات مساكن بقاو موراهم غاديين بشويه، والله العظيم شوفوا فين وصلوا. والله الا بقيت انا شحال وانا واقفه في البالكون كنطلع كنشوف ساعه ما فهمت حتى شي حاجه مع الصوت واخا كاك بعيد ما فهمت شنو واقع. اي والله يعاونهم. ايوا ندوزو المشتريات البنات، هادشي اللي ولا كيحمقني ما بقيتش. البنات عندك جوج حاجات ما بقيتش ديها زعما فراسي، انا ما نمشيش حوايج ليلي ونشري للكوزينه ونشري لبناتي، هادشي اللي وليت مقابله. هانتوما البنات خديت هاد المقله ديال لاماكوم الصراحه زوينه بالنسبه للبانكيك والبغرير وداكشي، ولكن انا صراحه ما شريتهاش لهاد الغارات، شريتها للبيض البنات. انا البيض جني يلصق ليا في المقله، خصني نقليه ويجيني هكاك مزيون ونحيدو وناكل، ما يلصقش هكا في المقله. وخديت هاد الفوي البنات، هادشي خديته من ماي هاوس، خديت هاد الفوي ب10 دراهم. بالنسبه للمقله خديتها ب40 درهم البنات. وهذا البنات خديت هاد السيبور ديال الكيك صراحه صدق زوين. الفوي اللي ما صدقاتليش كنتمنى يبدلوها لي الا رديتها لهم حيت كتزول من بلاصتها. وهذا البنات السيبور ديال الكيكه، ها انتم كيفاش جا، ها انتم عنده الرجيله وهذاك الجنيب ديالو في الذهبي. هذا البنات ب60 درهم، 59 درهم، هي هذيك 60 درهم كيحيدو داك الدرهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كان عندي هذاك ديال المرجان كيدير ب80 درهم، تهرس هذاك اصلا الدجاج ديالو رقيق، هذا صراحه زوين. ايوا البنات وندوزو لهاد الكادو اللي كان جاني داك النهار، جابتو لي اختي الله يعطيها الخير، والله الا جا من بيم ديال العرايش. والله الا داكشي ديال بيم البنات كيحمقني، انا عندي بزاف ديال الحاجات شريتهم من بيم، وشي حاجات كتجيبهم لي اختي كتعرفني كيعجبني الماعن، ساعه ساعه كتشري لي شي حاجه لبنت لها. هانتوما جابت لي هذا البنات كيدير ب100 درهم، زوين فيه 6 ديال هاد الزليفات كديري فيهم كونفيتور والزويته والفرماج داكشي اللي يعني قسم الله. هانتوما الفطور يجي غزال مازال ان شاء الله تنحطو شي نهار ونصورو معاكم. انا واخده واحد اخر ديال الرخام توا عنده داك سيبور هاد الخشب،
هذا قال لك هاد الخشبه البنات ديال الخيزران انتم راه زوين. ايوا المهم البنات ما كاينش بحال المعنات والله الا كيفرحوا. كل مره كتفرح مني كتشري شي حاجه للكوزينه ولا كتجيها. انا صراحه اختي ساعه ساعه كتجيب لي هكا هاد الشيء هذا يكون هكا مزيون. واحد النوبه جابت لي وحده راني كنت شاركتها معكم انت الصراحه صدقات لي زوينه. ساعتها رسلت لي منها وحده والله الا تفقست عليها. ان شاء الله تنشوف شي حاجه ونولي نعوضها تما في داك الشبيك. هانتوما اليديده ديالها كيفاش كتركب. قولي لي واش ما هداكش الله تشري شي سيبوره تصوري مقاد. كنصور بيد البنات وكنقاد بيد راه التصوير كيجي قريب بزاف غير قبلوا عليا والله العظيم. ان شاء الله نشري شي سيبوره ونصور داكشي على حق وطريق. كنتمنى يكون كيعجبكم البنات الفيديوهات والله غير. وكنتمنى تقبلوا عليا والبنات اللي التحقوا بيناتهم نقولوا لهم مرحبا بكم وشكرا على الكومنتات الزوينين ديالكم. وما تنساونيش حتى اليوم من شي كومنتار ولايك ولا فيديو الجاي ان شاء الله.